السلام عليكم. نبدأ بثاني محاضرة معنا في الفارماكوجنسي، ونبدأ بعمليات اللي هي عملية التجميع وعمليات التجفيف والنقل والتغليف. هذه العمليات اللي نقوم بها في عند تجميع النبات الطبية. نبدأ بأول عملية، عملية التجميع الكولكشن. To ensure the high quality and quantity medicinal plant must be collected under suitable condition، يعني حتى نضمن ان النباتات الطبية التي نجمعها تكون ذات كمية ونوعية مناسبة، يجب ان تكون تحت حالة suitable condition، يعني حالة مناسبة. طيب factors that influence the activity of medicinal plants during collection، العوامل اللي تؤثر لنا على النشاطية او الاكتيفيتي حق الميديسينال بلانت خلال التجميع. اول حاجة choose the proper time of medicinal plant، يعني اختيار الوقت المناسب لتجميع النباتات الطبية، يعني الوقت المناسب في السنة والوقت المناسب في اليوم، time of the year time of the day. ثاني عامل من العوامل اللي تؤثر على الميديسينال بلانت هي the proper stage of the development of plant، يعني اختيار المرحلة المناسبة متطورة النبات، يعني كيف المرحلة المناسبة، المرحلة العمرية لها، يعني مثلا متى نجمع مثلا الفروت، في وقت قد ينضج أو قبل ما أو قبل النضوج هكذا. يعني ثالث حاجة من العوامل age of plant، عمر البلانت. ورابع شيء find the weather اللي هو الجو المناسب. طيب إذا قلنا مثلا مثال في عملية التجميع، عملية التجميع مثلا collection of leaves، تجميع الأوراق مثلا، إذا كان معانا هو تجميع الورق في الوقت المناسب كتايم في السنة هو السمري، يعني السمري في الصيف. طيب اعتماد ما في اليوم، اعتماد التايم المناسب في الداي، time of the day depending on the type of the active constituent، يعني يعتمد على المواد الفعالة في النبتة، في الليفرز، في الليفس هذا في الورق. إذا كان معانا الكلويد فيتم التجميع بعد الظهر، أما إذا كان معانا فولاتايل أويل اللي هو زيوت الطيارة فيكون في الصباح. لماذا؟ لأن الفولاتايل أويل طبعا أنه متطاير، فيكون في الصباح أفضل شيء. تمام، أفضل وقت كديفلوبمنت للتجميع الليفز هو وقت الفلورينج، وقت الإزهار، وقت إزهار الأوراق، هذا أفضل وقت. تمام، هذا عرفنا إذا كان ليفز كمثال. يعني إذا كان معانا فلور ورد، يعني الأكتف كونستوينت نشي نجمعها من فلور من وردة، فأفضل شيء كمان هو السمر، يعني الصيف. أيضا تجميعها كأفضل تايم في الدي هو early morning، يعني في الصباح الباكر، لأنه أيضا تحتوي على زيوت طيارة، أغلب الزهور تحتوي على زيوت طيارة. طيب كdevelopment، كالمرحلة proper stage of development of development of plant هو وقت pollination. إيش pollination؟ وقت التلقيح. أفضل وقت لتجميع الفلور هو وقت pollination. فهمت الحين إيش يعني قصد اختيار الوقت المناسب من السنة والday والديفلوبمنت حق البلانت وعمره وأفضل وقت كويذر كجو؟ هذا كمثال الليفز والفلور. الفروت اعتمادا على موسم الإثمار، كيف يعني؟ ضروري احنا نجمع الفروت قبل ما تحصل لها النضوج كامل، يعني قبل موسم النضوج، before ripening season. اوكي، هذا كفروت. نشوف الباركس، ايش الباركس؟ اللي هي القشور. ايضا الباركس ضروري احنا نجمعها في الايري سمر، لانه يكون الكومبيوم ايش الكومبيوم؟ اللحاء، يحتوي على اكتيفيتي اند كونتين هاي برسنتج اوف اكتيف كونستيتوانت، يعني يحتوي على نسبه عاليه من الاكتيف كونستيتوانت فينا في الكومبيوم، يكون في صباح الصيف، ويكون ايزلي تو سيف، سهل تجميعه. اوكي، هذا الباركس. الروتس
افضل وقت للتجميع هو الوينتر اللي هو الشتاء، يعني كان اذا كان الاكتف كونستوين في الروتس يكون تجميعه افضل شيء في الشتاء. هذا كامثله متى يتم التجميع وافضل وقت مناسب في السنه والدي. نشوف الدراينج التجفيف. Why you must be drying the medicinal plant؟ لماذا نكون بعملية تجفيف المدسينال بلانت؟ Because أول سبب plant material contain high percentage of water، البلانت ماتيريال يحتوي على كمية عالية من الوتر. ثاني سبب to prevent drugs from deterioration، حتى نمنع إنه يحصل حتى نمنع انه يحصل فساد للنبتة اللي تخرب يعني deterioration. تمام. ثالث سبب stop of enzymatic reaction، نقوم تجفيفها حتى نمنع تفاعل الانزيمات. رابع سبب to keep the color of drug، ايضا نحافظ على لون الدواء. اوكي. خامس سبب reduce the weight and cost of drug، نحافظ على ايضا على وزن الدواء وعلى الكوست، طيب على سعر يعني. types of drying، أنواع التجفيف، كيف يتم التجفيف؟ بعدة طرق. أول طريقة يعني تكون natural drying أو artificial drying. طيب natural drying يعني طبيعيا، كيف يكون؟ بالsunlight drying يعني بضوء الشمس، أو بشد درينج يعني إيش؟ بالظل، نحطه بس هكذا وهي جف. artificial معنى ثلاث طرق، يا إما direct fire نعرض للنار طريقة مباشرة، أو الأوفن اللي هو الأفران، أو الشامبر روم اللي هي الغرف اللي هي الغرف الحرارية. أوكي. drying effect on the medicinal plant، العوامل اللي تؤثر على الميدسينال بلانت اثناء عملية دراينج التجفيف. أول حاجة loss of weight، يحصل فقد الوزن، أيضا الشي بيتغير، أكيد مش بعد صغير عيتقلص حجمه، والسايز عيتغير أيضا اللي هو السايز والشيب، إنه عيتغير شكله وحجمه أكيد. الفيكتشر القوام، التكستشر الكلر، الأكتف كونستوينت، والتست. هذه هي العوامل اللي تؤثر لنا، اللي تؤثر عليها الدراينج. أكيد إنه ما دام إنه أحصل تجفيف وأحصل سحب للماء إنه يأثر على النبات. طيب عمليات التخزين، طيب هل storage the drug، يعني إيش storage التخزين؟ يعني the drug must be storage under suitable condition، ضروري يكون تحت suitable condition. طيب if you storage the drug under unstable condition، يعني إذا تم التخزين بس تحت ظروف غير مناسبة، فش أحصل معنا في النبات؟ deterioration اللي هي إيش؟ فساد الدواء. طيب إيش الظروف المناسبة؟ يعني يكون ظروف مناسبة من ناحية temperature والweight والventilate، يعني إيش؟ حرارة ورطوبة وتهوية. أوكي. during storage the drug must may be effect، من عملية التخزين يحصل تأثير للدواء، وهذا أكيد. إذا كان معانا desirable و undesirable، يعني معانا تأثير يكون مرغوب به، تأثير غير مرغوب به. التأثير المرغوب به أثناء عملية التخزين هو إنه some drug increase the percentage of active constituent، بعض الدرج يزيد فيها نسبة الأكتف كونستيتوانت أثناء عملية التخزين. وايضا بعض some drug not affected by storage كايش؟ كالنوكس فوميكا، هذا النبتة اللي النوكس فوميكا ما تأثرش بعملية التخزين، يعني به نباتات تتأثر بس تأثير أكتف، إن الأكتف كونستوانت تزيد، وبه نباتات النيم أصلا ما تتأثرش مثل النوكس فوميكا. أوكي. هذا تعتبر desirable. undesirable drugs containing volatile oil decrease their activity، يعني الأدوية التي تحتوي على ال volatile oil تقل فيها الأكتيفيتي. ثاني undesirable effect aromatic drug lose their aromatic smell، يعني الأدوية اللي تحتوي على الأروماتيك
تقل فيها الأروماتيك سمو، يعني قل فيها التذوق الأروماتيك هذا الأروم. طيب آخر شيء معانا اللي هي الترانسبورت والباكيجينج. الترانسبورت اللي عملية النقل، أيضا ضروري أن تكون عملية النقل تحت ظروف مناسبة. Drug must be transported under controlled condition، تحت ظروف مناسبة، أيضا من تهوية ورطوبة وحرارة، ضروري تكون ظروف مهيئة للنبات حتى ما يحصلش أي deterioration اللي هي عملية فساد للدواء. والباكيجينج أيضا must be conventional covered، يعني يكون تغليف بإحكام، يكون تغليفة بإحكام حتى ما يحصلهاش تعفن النبتة إذا دخل لها هواء. أوكي، فهذا تمينا ثاني محاضرة، محاضرة الفارماكوجنوسي. إن شاء الله تكون الأمور واضحة.